هناك صورتين تهز إسرائيلي الآن. صورة امرأة تعامل تشهد شهادة حسنة، وصورة قتال من الصفر، من نيفو الصفر، يهين الآلة العسكرية الإسرائيلية. أوفياء نوات، عسلامتكم ومرحبا بكم في موعد حواري جديد من رسرس. سعداء اليوم باستضافة الصحفي والناشط الفلسطيني محمد أبو شرخ. محمد، مرحبا بك. أهلا وسهلا أيمن، وشكرا على الاستضافة. محمد، بداية يعني لو ننطلق من 7 أكتوبر، 7 أكتوبر توا تقريبا عنا قرابة الشهر على هذا الموعد، هل بدأنا نفهم ما حصل يوم 7 أكتوبر؟ هل تضحت الصورة أم أنه ربما يعني كل هذا التكتم الذي كان مطلوبا لإعداد هذه العملية ما زال يحافظ على أبرز سمات غموضه؟ أكيد ما زال الحدث، حدث 7 أكتوبر، يحتفظ بالكثير من الأسرار، ولكن هناك بعض الأشياء اللي أصبحنا نفهمها الآن. أصبحنا نفهم بشكل جلي، والمقاومة نفسها تحدثت على هذا الموضوع، أنه لم يكن أحد يتوقع أنه جيش الاحتلال سيكون بهذه الهشاشة. قال أحد قيادات حركة حماس: لو كنا نتوقع ذلك لأرسلنا بدل 1000 4000. بمعنى الواضح اليوم أنه بغض النظر على أي تفسير للحدث، المواجهة على الأرض كانت مواجهة فيها مفاجأة لكل الأطراف، وليس فقط للاحتلال، وليس فقط حتى المقاد الفلسطيني تفاجأ بالهشاشة الموجودة في الطرف المقابل. طيب، لكن حسابات هذه اللحظة، من ساهم فيها، كيف خطط لها، كيف دبر لها، المعلن، وخلينا نقول المعلن، لأنه المصلحة الآن تقول بالنسبة حتى لمن ساعد أنه تكون المسؤولية كاملة في غزة. لسببين. السبب الأول أعلن عنه بشكل مباشر، هو أن يكون الانتصار فلسطيني 100%، وأن تنسب هذه الحكاية للمقاومة الفلسطينية، ولأن يقال أن المقاومة الفلسطينية بضعفها وبما لديها من محدودية أن تفعل ذلك، فما بالك بنا بمن لديه. تمام؟ فيضرب المثل ويستفاد من هذا الموضوع. والأمر الآخر هو حماية أطراف أخرى من أي ردات فعل، ولأن السؤال الموجود الآن أمام أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية واضح: نريد أن نعرف هل حزب الله كان لديه فكرة، نريد أن نعرف هل إيران كان لديها مسؤولية. تمام؟ الأسئلة هذه موجودة الآن، موجودة بشكل علني أمام أجهزة المخابرات. الموجود الآن حتى في خطاب حسن نصر الله الأخير هو: لا، المسؤول هو حماس، وحتى عن قيادتها السياسية. وهنا نفهم شيء مهم جدا، وشيء يعني المطلعين على الشأن الفلسطيني يعرفوه، أن القرار العسكري في كتاب عز الدين القسام منفصل عن القرار السياسي منعا لمسألة نقل المعلومة، خاصة في حجم معركة كما هذه المعركة. طيب، خلينا في النقطة هذه، وانت أشرت لها أنه على الأقل يعني مما ذكرت أنه الصدمة أو المفاجأة أو عدم الاستعداد من جيش الاحتلال صار يعني واقع وحقيقة لا يمكن إنكارها، بدليل يعني وقوع حتى يعني ليس مجرد مجندين يعني في الأسر، فما حتى بعض القيادات العسكرية. طيب، في المقابل يعني سمعنا بعض الأصوات والتحليلات من كلا الجانبين صراحة تقول وكأنه يعني هل فعلا انطلت عليكم، وأنه الاحتلال إسرائيل بين ظفرين لم تكن على علم، يعني وكأنه يعني وجهة نظر سمعناها، وكأنه تم ربما فسح المجال لطوفان الأقصى حتى تجني بعد ذلك، يجني الاحتلال يعني مخلفات ذلك، التعاطف الغربي خاصة، وقد يسمح له ذلك بتنفيذ عملية سنصل إليها بعد، مخططات أخرى في غزة. كيف تجيب يعني على هذه النقطة؟ طيب،
في اللحظة الحالية لا يوجد تحليل ليس له دلائل على الأرض. يعني بإمكان أي شخص الآن يتحدث لأنه المشهد غامض ويمكن تفسير وتأويل أي شيء مما يحدث الآن بناء على وجهة نظر أي شخص، لأنه لا توجد معلومات، لا توجد معلومات موثقة، ويمكن قراءة المشهد بأكثر من طريقة. والنقطة الحاسمة المفهومة الواضحة أنه حتى المقاومة لم تكن تتوقع ما حدث، حتى الناس لم تتوقع تلك الهشاشة يعني. تلك الهشاشة تلك لذلك في لحظة ما حتى المقاومة واجهت تحدي السيطرة على الناس الفلسطينيين العاديين الذين دخلوا. في لحظة الناس ظنوا أنه إنه إنه كل شيء وكأنه انتهى، وهذا كان واضح ونشاف. فالخلاصة لن نعرف أسرار هذه الحرب إلا بعد فترة من انتهائها، تمام؟ ربما بعد سنوات عندما تبدأ تكشف لنا، لما يصح الأرشيف بالخروج كما يعني حدث مع شليط وكما حدث من أمور أخرى. المهم الآن هو القادم، المهم الآن هو ما ستقول له، المهم الآن للاعبين على الساحة الدولية كيف يوظفون اللحظة لتمرين مشاريعهم. وكل الآن يريد أن يمرر مشاريعه من خلال الحرب. بالضبط. من هذه المشاريع ما سرب، وأكيد رك طلعت يعني على بعض التسريبات التي نسبت للاستخبارات العسكرية للاحتلال، تتحدث عن سيناريوهات محتملة لإدارة العدوان على غزة، من بينها مسألة تهجير أو إفراغ غزة من سكانها، تهجيرهم طبعا يقولون مؤقتا نحو صحراء سيناء. هناك حديث حتى على دور للإدارة الأمريكية في الضغط على الحكومة المصرية، لا فقط الحكومة المصرية ولكن كذلك على بعض العواصم الخليجية لتتكفل أصلا بتمويل هذه العملية، وحتى بعض الدول في شمال إفريقيا من بينها تونس، يعني حتى اسم تونس ذكر في إمكانية استقباله لمن يريدون تهجيرهم في غزة. شوف، هو هذا كان الخطاب الواضح والقوي في أول 15 يوم. الآن بدأت اللغة تتغير تتبدل إلى مشاريع أخرى. المشاريع الآن هي كيف سندير غزة بعد الحرب. أوكي. مش كيف سنهجر الناس من غزة. واضح أنه سيناريو التهجير فشل. هو كان في كانوا في ثلاثة سيناريوهات، أحدهم سيناريو التهجير. نعم. ثم سيناريوين ثانيين يتحدثون عن إدارة غزة وتعويض حماس بمن. هو سيناريو التهجير فشل مبدئياً، خلينا نقول في المرحلة هذه فشل بسبب إصرار الفلسطينيين على الأرض على البقاء في بيوتهم حتى مع التهديدات المتواصلة، حتى بعد القصف شفنا اليوم يعني ناس اليوم رجعت. اليوم نشوف على الأرض على الجغرافيا، اليوم مخيم جبالي على سبيل المثال اللي هو أكبر كثافة سكانية في قطاع غزة، اللي هو اليوم العمليات العسكرية على مقربة كبيرة جدا منه، ما زال جزء كبير من أهله موجودين بدليل المجزرة اللي راح فيها أكثر من 400 شخص قبل أيام، تمام؟ هناك عدد ضخم من السكان ما زال موجود في غزة كمدينة، رغم أنه الاحتلال طول الوقت يطالب منهم أن يخرجوا. اليوم العمليات البرية العسكرية اقتربت من الكتل السكانية الضخمة، تمام؟ أوكي. لنكون واضحين، الفترة اللي فاتت كلها كانت مناطق فارغة، أوكي. وحتى المناطق السكانية اللي دخلوها هي مناطق سكانية عدد السكان اللي فيها صغير جدا. أوكي. الآن نحن على مشارف مخيم الشاطئ لو كتلة سكانية هائلة، على مشارف منطقة الشيخ رضوان هي كتلة سكانية كبيرة، على مشارف منطقة النصر هي كتلة سكانية كبيرة، على مشارف غرب مدينة غزة وهذه فيها الآن عشرات الآلاف من الناس. هنا هو التحدي، الناس ما زالوا موجودين لم يخرجوا، تمام؟ وحتى إذا خرجوا الفلسطيني أيمن لديه إحساس كبير بأنه تجربة 48 لن تتكرر. وخلينا نضرب مثال، في عام 67 لم يخرج الفلسطينيين من قطاع غزة، صحيح. في عام 56 لم يخرج الفلسطينيين، احتلت إسرائيل قطاع غزة وكان الفلسطينيين موجودين، واحتلت إسرائيل قطاع غزة في عام 67 ولم يخرج الفلسطيني ولم يهاجر، تمام؟
علشان نهاجروا مرة هذه. أوكي. ففكرة الهجرة ربما خلينا قلنا إنه إحنا كبشر في 10%, 20%, 30%, لكن لن تستطيع أبدا أن تصفر الأرض في قطاع غزة وتجعل سكان قطاع غزة جميعا يهاجرون. هذا حلم لن تنالوا إسرائيل إلا بمعركة طويلة الأمد تتورط فيها في غزة تمام وتدفع فيها ثمن كبير جدا لا يمكن احتماله في اللحظة الحالية. طيب معركة طويلة الأمد في غزة هي بدأت تتورط فيها, يعني الجيش الاحتلال بدأ يتورط فيها, حتى الإعلام العسكري لكتائب القسام يعني تطل علينا بين ساعة والأخرى ببعض التسجيلات لعمليات, يعني نتحدث يعني عن أهمية الأنفاق في تواجد المقاومة خلف العدو الآن بعد يعني تقدم بآلياته في مربعات مثل ما ذكرت. نحب نسأل هنا حتى يعني نحاول نوضحه حتى للجمهور التونسي وكثير من الشباب شفناه التونسي اللي ربما هذه أول يعني حرب تشنها إسرائيل على غزة يعيشوها بلحظة بلحظة, يعني تقريب مباشرة اليوم. صحيح. صرنا يعني صحيح. في جزء كبير من الشباب التونسي محتاج أن يفهم ماذا يحصل في غزة, وسؤالي هو الآتي, ماذا يوجد في غزة؟ هل توجد حماس فقط لوجود لفصائل مقاومة أخرى؟ هل تنسق هذه الفصائل مع بعضها قبل 7 أكتوبر وخاصة بعد 7 أكتوبر؟ هل هناك بيانات مشتركة ربما لنطلع عليها نظرا لعملية المحاصرة الإعلامية لكل ما يصدر من ذلك؟ خلينا نفسر شوية للشباب التونسي ماذا يوجد في غزة على مستوى المقاومة يعني من التنظيمات الفلسطينية المقاومة. أول شيء, أول من يقاوم الآن فعليا على الأرض هو الإنسان الفلسطيني الذي يرفض أن يتحرك. هدول الناس هم كل الفصائل, لا يوجد اليوم فارق, القنبلة الآن لا تفرق ما بين بالضبط. أي أحد, ما فيش انتماء. بالمناسبة إسرائيل قررت أن تقطع رواتب الموظفين اللي تابعين للسلطة الفلسطينية في غزة, لهم بالأساس فتح تمام, مش هتوصلهم مرتبات, وقصفت حتى يعني مربع سكني يضم طبعاً. الموظفين الحكوميين وغيرها طبعاً. إذن لا يوجد هناك أي تفرقة ما بين أي حد. ماذا ينتج عن هذا؟ ينتج عن هذا أن الناس الكل تستفخل في المقاومة. الآن في غزة لا يوجد خلافات سياسية بالمناسبة, أوكي. انتهت الخلافات السياسية لأنه في وقت الحرب لا يوجد خلافات سياسية. أنت الآن هناك من يدير المعركة بشكل أساسي كتائب عز الدين القسام, توجد تنظيمات أخرى بدرجات متفاوتة في مقدمتها سرايا القدس, فما الجبهة الشعبية أكيد موجودة, الجبهة الديمقراطية أكيد موجودة, وهناك العديد من أبناء حركة فتح وإن كانوا غير منظمين في اللحظة الحالية. المراهنة على إيش؟ وكن واضحين, المقاتل الفلسطيني يقاتل على أرضه, وكونك تقاتل على أرضك فأنت تعرف جغرافيتها تماما طبعا. جزء الأكبر من الفلسطينيين يستطيعون حمل السلاح ويستطيعون أن يقاتلوني بكل أنواع السلاح, انطلاقا من الحجر فالسكين فالمسدس في الكلاشينكوف تمام. إذن أي مواجهة, أي بقاء للجنود على الأرض معناها احتكاك يومي, معناها أنك سنعود عودتنا الأولى إلى الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية وكل عمليات إطلاق النار التي يمكن أن تحدث بكل أنواع الأسلحة. هذه حشر حطها على جنب طبعا, مش الآن هي دي. هذه إذا تطورت الأمور إلى اجتياح كامل وسيطرة كاملة. الآن في المرحلة الحالية هناك مقاومة تسيطر على كتاب عز الدين القسام والعديد من الفصائل الأخرى. هناك جزء من التنسيق الميداني موجود ما بين من بعض, لكن أنا أكون صريح معك, جزء أيضا من نجاح المعركة هو الحفاظ على سرية العمليات بالضبط, ولذلك أيضا هناك مساحة لا يتم الكشف عنها ولا يوجد فيها تنسيق, وتقودها بالأساس حركة كتاب عز الدين القسام مع سرايا القدس إذا حصل بينهم بعض تنسيق, أو كتاب عز الدين القسام بالأساس اللي هي الجيش الأكبر. التقديرات تقول أنه هناك في حدود 40,000 مقاتل رسمي في كتاب عز الدين القسام على الأرض. إذا إحنا هنبدأ بقى نوسع الدائرة وانت يلزمك تدافع على بيتك وانا يلزمني ندافع على بيتي وانا يلزمني ندافع على امه وذاك يلزمني ندافع على اخته,
لا الأعداد هذه ستتضاعف. تمام ستتضاعف لأنه عندما يكون الخيار أن تموت أو أن تموت أوكي فلنموت. إذن فلنموت. لذلك الاحتلال يحاول أن يربح المعركة ما أمكن دون أن يدخل في المربعات والمواجهات. وهذه كانت فكرة إخلاء مدينة غزة. تمام شو ما هي فكرة إخلاء مدينة غزة؟ أن أقلل للماكسيمم من عدد السكان الذين مضطر أن أواجههم. تمام الذين مضطر أني أنا أدخل معهم في تفاعل. بالمناسبة المقاومة عندما يكون السكان غير موجودين تأخذ راحتها أكثر. تمام ومن تجارب الحروب السابقة لما كانت المعارك تدور في أحياء مخلاة المقاومة تأخذ راحتها على الآخر. علاش تأخذ راحتها على الآخر؟ لأني أنا كمقاومة أستطيع أن أدخل في أي بيت. أوكي لأن البيوت فاضي سأنا أدخل في أي بيت وفي الغالب السكان يتركوا أبواب بيوتهم مفتوحة. تمام أوكي وبما أني أستطيع أن أدخل في أي بيت فأستطيع أن أفخخ المنازل أستطيع أن أنا أستخدمها في الكمائن أستطيع أن كذا. تخيل لو المعركة في الدور والسكان موجودين هذا حيحد من قدرتك أنه أنت تتحرك. إذن إحنا أمام معركة الواضح أنها ستكون طويلة طويلة الأمد تمام وأنت تواجه أصحاب الأرض الذين جهزوا لهذه المعركة على مدار سنوات رغم الحصار. طبعا رغم الحصار ولنقل أنه ضمن معلومات شحيحة جدا لدى الاحتلال عن هذا الموضوع وضمن مفاجآت يمكن أن تصنع في كل لحظة. تمام أوكي أنت هدمت الأرض والمنازل التي تستطيع الاجتياح وخلقت من الركام أماكن يمكن أن يختبئ فيها كل إنسان. طيب محمد سنواصل الحديث عن المعركة ولكن سننتقل إلى معركة من نوع آخر المعركة الإعلامية كانت ولا زالت حمية الوتيس شهدت عديد التغيرات في المواقف بدأناها بتلك الجملة الشهيرة على كبرى شاشات أو غالبية شاشات الإعلام الغربي Do you condemn Hamas first؟ يعني تلخيص الموضوع أو محاولة حصر كل تاريخية القضية الفلسطينية بعملية طوفان الأقصى وكأنه هناك إرادة لنسف كل ما سبق تاريخية النضالات المجازر السابقة وحتى يعني العذاب اليومي للمواطن الفلسطيني حاولوا اختزاله أو مسحه كله بعملية طوفان الأقصى. على صعيد آخر كذلك شهدنا من الجانب الآخر ردود فعل جيدة مقاومة إعلامية إن شأن التعبير حتى يعني في تونس خلينا نقول في تونس هيكل المهنة أصدرت بيان يعني منذ أيام يدين هذا التواطؤ الغربي ويتساءل حتى عن أنه يعني الأمور لن تعود كما كانت عليه أبدا في علاقة بهذه المحطات وبالبلدان التي تمثلها. بطبيعة الحال نحن نشهد واحدة من أسوأ حالات انحدار الأخلاقي في المهنة الصحفية. حتى في الحرب على العراق لم يحدث ذلك، حتى في الحرب على أفغانستان لم يحدث ذلك. من أسوأ حالات الانحدار الأخلاقي المهني على أعلى مستوى. لكن الحقيقة أن الرواية مع بشاعة ما فعله الاحتلال لم تستطع أن تصمد طويلا، وهنا السوشيال ميديا الإعلام البديل إعلام المواطنة لعب دور كبير جدا. تمام وكان له دور كبير جدا في الضغط. الجزء المهم اللي بدأوا يغيروا الصورة هم مين؟ مناشطين على السوشيال ميديا. بالضبط. الحقيقة احنا لدينا ايضا ضعف كبير في الرواية السياسية. تمام وهذا للأسف الشديد خاصة في الجانب الفلسطيني. الشخص الوحيد الذي قدم أداء سياسي فلسطيني متزن موجه إلى الغرب هو سفير حسام زملوت فقط في لندن يعني. فقط تمام وهذه نقطة نحن محتاجين أيمن وأنا أقولها بمنتهى المرارة إلى خطاب موجه للغرب. يمكن باسم يوسف من بعد عمل لنا خطاب ولكن هو ليس خطابا سياسيا، هو خطاب المثقف الساخر بسوداوية يعني. أوكي لكن احنا محتاجين خطاب سياسي يستطيع أن يخاطب الغرب بعمق. للأسف الساحة كانت فارغة لإسرائيل ولعوانها، كان هناك إعداد واضح،
كان هناك تجهيز واضح، كان هناك وعي واضح بماذا سيتم استخدامه في الرواية، وتم التفاعل مع هذا الموضوع. طيب، هناك ضعف يعني مثل ما ذكرت في الخطاب السياسي على الأقل من داخل العالم العربي وجيران فلسطين والشعوب التي تاريخيا يعني اعتبرت فلسطين جزءا منها، لكن في المقابل شاهدنا بعض نقاط الضوء من عواصم تقريبا لا علاقة لها لا بالشأن الفلسطيني ولا بالعروبة ولا بغير ذلك، بدافع إنساني. شاهدنا مواقف مشرفة من بوليفيا، شاهدنا مواقف مشرفة من كولومبيا، شاهدنا مواقف مشرفة من تشيلي، من أيرلندا، ولو أنه فما يعني أيرلندا قد نفهم لماذا، إسبانيا كذلك طبعا، يعني روسيا. روسيا طبعا روسيا، ولكن يعني هذه المواقف هل بدأت تعطي أكلها؟ هل هذا يساهم ربما في مسح تلك الغمامة التي تغطي على الرأي العام الغربي، والذي بدأ هو نفسه الآن يعني يتحرج كثيرا قبل أن يتجرأ عن الانسياق الأعمى مع رواية الاحتلال؟ طيب، أول شيء أنا هختلف معك في فكرة أنها أوكي. ليس لها علاقة. أوكي. تمام، القضية الفلسطينية هي علاقة أي قضية كل الأحرار من اليابان. بالضبط، إحنا لدينا معتقلين يابانيين طبعا، تمام، للثورة الفلسطينية طبعا، لأننا شهداء يابانيين في الثورة الفلسطينية طبعاً. يعني القضية الفلسطينية قضية أحرار وقضية حق وقضية ثورة بغض النظر عن جنسيتك. وهذه نقطة مهمة جدا في المعركة، لكن العامل الإيديولوجي يلعب دور هنا. وانت تحدثنا عن اليابان، نعرف من اليابان يعني انخرط مع المقاومة الفلسطينية، ولو ولو من ولو تمام اوكي، يعني اليوم وايضا من اليوم اللي واقف من دول جنوب امريكا الجنوبيه، هي الدول التي لها اتجاهات يساريه. بالضبط، تمام، ولها مواقف مناضله ومرتبطه بروسيا ومرتبطه بالمحور بايران بعلاقات جيده، ولديها مواقف ضد امريكا وضد الاستعمار وضد نفهم هذا. لكن اذا شاهدت معايا فرانس 24 وإذا شاهدت معي البي بي سي، وإذا شاهدت معي سكاي نيوز عربية أو سكاي نيوز بشكل عام، حتجد أنهم يريدون أن يجعل المعركة إسرائيل حماس. بالضبط، هذه الدول تقول لا يا سيدي، المعركة ليست إسرائيل حماس. بالضبط، المعركة هي إسرائيل في مواجهة كل من يطالبون بالنظام الدولي المحترم. بوتين قال ذلك، قال هذا هو قانونكم الدولي الذي تحاولون أن تسوقوا لنا. بوليفيا وكولومبيا قالوها، نقطع العلاقات لأنهم تم انتهاك القانون الدولي وهذه قضية فيها مظلومية. إذن هذه الدول تعيد البوصلة، وبالمناسبة هي أحرجت الدول العربية. هذا هو بالضبط، أحرجت الدول يعني العربية. احنا كنا ننتظر مثل هذه المواقف من الجيران قبل أن نذهب إلى أمريكا اللاتينية. الدول العربية استدعت سفراءها بعد أن استدعت بوليفيا وكولومبيا وتشيلي. بالضبط، سفراء. التصريح الوحيد الذي وقف في الأمم المتحدة ليقول ليس من حق المحتل أن يطلب حق الدفاع عن النفس كان السفير الروسي. أكيد. وكم كنت سعيدا بهذا التصريح. بوتين له تصريح في منتهى الخطورة يوضح الآن فكرة المحاور. قال نحن نحارب في أوكرانيا، أو ما يحدث الآن في فلسطين أو في غزة ظلم كبير، ونحن نحارب في أوكرانيا مسؤولين عنه. تمام، هو وضع نفسه في محور الدفاع عن الحق الفلسطيني، وهذه تصريحات ليست قليلة لما تيجي من بوتين. تمام، وبالمناسبة يعني احنا في احد طرق تحليلنا للحظة لابد ان نبدا من روسيا. تمام، هذا الاسبوع روسيا قامت باقوى هجمات في اوكرانيا على مدار اكثر من عام. يعني شكون خلي حتى بدون روسيا، شكون مازال مركز مع اوكرانيا الان؟ وهذا هو هذه هي الحكاية. وكأن روسيا تقول للعالم اليوم تمام، انتم استغليتم اوكرانيا فقط لكي تشاغبوني ولكي تضروني ولكي كذا، وعندما التهيتم سقط الحق، سقطت المظلوميه الاوكرانيه واصبحت. وكان الكونغرس الامريكي يعتمد المساعدات لاسرائيل ولا يعتمدها لاوكرانيا. بالضبط بالضبط، هنا تظهر جزء من الحكاية وجزء من المفهوم. والحقيقة اليوم الفلسطينيين لديهم فرصة ذهبية لإعادة
لإعادة القضية الفلسطينية إلى وضعها الدولي تمام، وإلى وضعها الذي كان فيه دول واضحة تصطف خلف بغض النظر على الدين وبغض النظر عن القومية، هذه الدول تقف في مواجهة مظلومية يعانيها أو في إلى جانب مظلومية يعانيها الشعب الفلسطيني. هذه نقطة مهمة جدا. طيب محمد، يعني دعنا نمر إلى محور في علاقة بالقضية الفلسطينية، ولكنه يعني الآن يسيطر ربما على الأحداث في تونس. أيهما أجدى، التطبيع، مناهضة التطبيع، أم الاتجاه يعني استغلال هذا الجهد وتوجيهه إلى مسارات أخرى ربما قد تكون أنجع في دعم الفلسطيني؟ طيب أنا اليوم كفلسطيني لا أتدخل في السياسة الداخلية لتونس، أكيد، لأنه تونس هي لها الحق الكامل في إدارة شؤونها واختيار سياساتها، وأنا شخصيا نحترم جدا القيادة التونسية في اللحظة الحالية في توجهاتها، اللي بالنسبة لنا توجهات مهمة جدا وداعمة جدا. من وجهة نظري بشكل عام في كل الدول اليوم احنا محتاجين رؤية اكثر ابداعا لفكرة التطبيع. يعني احنا واضح الدول عليها ضغوط كبيرة جدا، لكن المجتمع المدني لديه حرية اكبر، فليكن قوانين داعمة لحراك المجتمع المدني. لماذا نريد اليوم أن الأشياء تخرج في قوانين؟ طبعا احنا عندنا قوانين، بالمناسبة احنا عندنا قرارات من جامعة الدول العربية بالمقاطعة، بالمناسبة احنا مش محتاجين قوانين، القرارات موجودة، احنا لدينا قرارات قوية جدا من جامعة الدول العربية ممكن الاستناد لها، لأن قرارات ملزمة للدول العربية، لسنا محتاجين لقوانين، نحن محتاجين لحراك مجتمعي، محتاجين لحماية من الدولة للحراك المجتمعي. هل هذا يحتاج إلى قوانين؟ لا. يعني أنا من وجهة نظري أنه لا يحتاج لقوانين، لأن القوانين موجودة تمام أوكي. ربما يحتاج لنوع آخر من القوانين، مثال علينا أن نفكر في قانون لدعم الشعب الفلسطيني أوكي. ربما اليوم محتاجين لقوانين تعطي غطاء للمجتمع المدني الذي يقوم اليوم بجمع التبرعات ولا بجمع الأمور للشعب الفلسطيني. احنا نشكر اليوم تونس لأنه في لحظة تاريخية قررت أنها تعطي غطاء لهذا الموضوع وتضع مؤسسات رسمية للدولة عشان تسمح بهذا الإطار وتتبناه تمام أوكي. نحب نحط هذا في إطار، حب نحط مذهبية وهذا هذا كمقترح لإخواننا وأصدقائنا في البرلمان أوكي، لنضع قانون لدعم الشعب الفلسطيني. إذا اليوم أنا نقدر جدا فما ضغوط دولية هائلة، ونقدر جدا أنه من الصعوبة بمكان اليوم تمام أنك تأخذ موقف كان يمكن يعني إحنا نعتبره أنه موقف عادي في لحظة من اللحظات. رأيي الشخصي أنه أهم ما يجب أن نفعله اليوم أن نتحرك في المساحات التي يمكن أن نتحرك فيها، ولا نفترض المساحات اللي صعب أن احنا نتحرك فيها أوكي. خلي معاركنا فيما نستطيع أن نفعله، مش معاركنا فيما لا نستطيع أن نفعله. اليوم احنا عندنا أبطال رياضيين توانسة قدموا على سبيل المثال أنس جابر وهي بتحتفل في, في, في انتصار لها وتتحدث على الأطفال الفلسطينيين وتبكي. هذا المشهد احنا محتاجين نعزز هذا الانسان، نقف معه كمجتمع وكدولة، نؤيد هذه المواقف، نثمنها، نطع اطر تمام ربما اليوم نتطلع الى مؤسسة ترعاها الدولة وتجمع داخلها المجتمع المدني لدعم الشعب الفلسطيني، علش لا تمام، نطمع في ذلك اوكي كمبادرة ضمن سياسة موجودة داخل المجتمع. هذا مش هيقلق كما ممكن يقلق تمام أو يزعج بعض المتدخلين في المجتمع الدولي أنه أنت في لحظة كما هذه اللحظة. وأنا شخصيا أرى أنه وجود تونس اليوم بتمثيل دبلوماسي في رام الله بكل ما له هذا من معنى، أنه العالم التونسي يكون مرفوع في رام الله ولو مرتبط في لحظة من اللحظات أنك ستنسق مع الاحتلال تمام، في وجهة نظري هو شيء مهم جدا وشيء رمزي مهم جدا. لا ننسى أنه عدد السفارات العربية الممثلة داخل فلسطين فلسطين في الضفة الغربية وفلسطين المحتلة هي قليلة جدا،
بالمناسبة من أقل الدول التي لها مكتب تمثيل في قطاع غزة هي تونس. تمام، احنا نحب يكون هذا التواجد موجود لأنه هذا يسهل علينا. تمام، بهذا التواجد تونس اليوم بتقدم منح دراسية، بهذا التواجد تونس نحب تعالوا نتناقش كيف ندعم أكثر. طيب هلنا احنا يعني سنختم هذا الحوار معك محمد بمسألة الدعم. تحدثنا عن حركات المقاطعة الاقتصادية، عن التحركات الشبابية، عن يعني حتى البحث في أكثر دعم أو أكثر حماية لمن يسعى للدعم الشعب الفلسطيني. ولكن الأنظار يعني السؤال الأخير، هل ننتظر أكثر من المواقف العربية؟ هل ننتظر استعمال ورقة مثل الطاقة مثلا لتحسين يعني أو حتى فرض هدنة؟ هل هذا هو الأقصى بالنسبة لليوم المواطن العربي أن لا ينتظر ربما أحلاما من حكومات من سياسات رسمية، ويبقى يعني الكاميرا مسلطة أكثر على الحراك المجتمعي وعلى المجموعات الشبابية التي تقود هذا الدعم أكثر منه ربما مواقف رسمية أو انتظار مثل ما قلت لي مقاطعة باستعمال ورقة الطاقة مثلا؟ شوف، ورقة الطاقة ستتحرك في حالة واحدة، هي تحركت في السابق توا، أنا محكي في الوضع الحالي، ستتحرك في لحظة واحدة إذا ممرات عبور الطاقة تضررت. أوكي، اليوم اليمن تستطيع أن تقلب المعادلة إذا قررت أن تستهدف السفن الذاهبة بالطاقة بالصواريخ. تمام، وهددت بذلك مضيق باب المندب اليوم، صح، البحر الأحمر اليوم، الخليج العربي اليوم. تمام، يعني فكرة أن نقرر أننا سنقاطع يعني هذه لن تعود. تمام، كنقطع الطاقة، لكن إمدادات الطاقة اليوم هي فعلا معرضة للخطر. أوكي، اليوم أبار البترول الموجودة في البحر المتوسط الآن هي كلها تحت الخطر، تحت التهديد، أبار الغاز وأبار الاكتشافات الجديدة للغاز لأوروبا اليوم تستند إليها. ولذلك واحد من أهم الأشياء التي ستضغط على الاحتلال هو عدم قدرة أوروبا على تحمل أي مساس بإمدادات الطاقة بسبب اشتعال الوضع أكثر. تمام، ودخول عناصر كما الموجود الآن في العراق والموجود الآن في 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 اليمن إلى المشهد، لأنه هذا سيجعل المعادلة في ظل ما يحدث الآن مع روسيا وإغلاق سبالة النفط الروسية، سيجعل المشهد في منتهى الصعوبة على أوروبا. ربما نتوقع مواقف كما هذه المواقف، وإن كان ربما بشكل يعني ما ربما من الجزائر مثلا. أوكي. طيب أضيف لك سؤال ختامي، ورقة الأسرة، تبادل الأسرة، هل حان وقت إخراجها أو الحديث عنها، وأن الأمر لازال ربما يحتاج إلى أكثر وقت، أكثر تفاوض؟ هناك حتى عواصم عربية يعني تشتغل على هذا الموضوع. دوحة الآن تشتغل على الموضوع، هي معركة وليست ورقة، ومعركة حامية الوطيس. تمام، لماذا؟ لأنه لن تمر صفقة الأسرة بدون ثمن كبير جدا، والثمن كان واضح، تبييض السجون الإسرائيلية. ليس فقط تبييض السجون، ليس فقط تبييض السجون، الثمن أكبر من تبييض السجون. شو نكون واضح معك، الثمن أكبر بارشة من تبييض السجون. الثمن سيكون فيه مستقبل قطاع غزة، جزء من ثمن هذه الصفقة. الثمن سيكون قيادات سياسية فلسطينية ستخرج، وهذه القيادات لديها من الثقل لتقلب المشهد السياسي الفلسطيني كمروان برغوثي. أكيد هناك يعني الثمن ليس مجرد تبادل لإطلاق الأسرى، الثمن سيكون كبير جدا. ولذلك الصفقة لن تمر بسهولة، ربما تمر مرحليا، ربما يكون هناك صفقات صغيرة، إفراجات عن عدد محدود في مقابل حسن النوايا، لكن الصفقة الكبيرة
التي ستركز على القيادات العسكرية. لأنه اليوم أصبح معروف أنه الأسرة تم تقسيمه. فما أسرة ذو ثقل. هذولا اختفوا توا. كيف ستصل لهم؟ وفي أسرة عادي ما بين قوسين. ما بين قوسين كلمة عاديين. منهم أسرة مدنيين. لن تبذل المقاومة مجهود كبير في حمايتهم. وفي لأنه هم أوكي تم حمايتهم. لكنهم موجودين الآن في مناطق قريبة. لذلك في مجزرة جباليا فما تقريبا 7 من الأسرة قتلوا خلال القصف. تمام على كما أي أشخاص. لكن هناك جزء كما حدث مع شاليت. تم يتم الآن إدارة أسرهم بحيث يبقوا أصحاب الثمن الثقيل. النقطة البارزة أنه إسرائيل لم تستطع في تاريخها تحرير أسير واحد دون صفقة تبادل أسرى. رغم حديثهم مؤخرا عن تحرير مجندة. لا هذه خدعة. الكل عارف أنه خدعة. والكثير من الروايات خرجت في هذا الموضوع. حتى في الداخل الإسرائيلي يعرفوا أنها مجرد خدعة وأن هذه المجندة كانت مختفية في منطقة ما. وجزء من هو رد لتشويش الصورة التي خرجت من قبل حركة حماس. بالضبط. وخاصة يعني الصورة التي ربما حطمت نوعا ما سردية الاحتلال. صورة تسليم الرهينتين الإسرائيليتين وحديث تحدثوهما عن حسن المعاملة وعن ربما أزعج كثيرا هذا السردية الاحتلال وما يعني يدور في حتى وسائل الإعلام الغربية. هناك صورتين تهز إسرائيلي الآن. صورة امرأة تعامل تشهد شهادة حسنة وصورة قتال من الصفر من نيفو الصفر. يهين الآلة العسكرية الإسرائيلية, يهين الجنود الإسرائيليين, يهين كفاءة الجندي. لما تم تدمير المصفحة نمر وقتل 9 جنود داخلها انهار المحللين العسكريين الإسرائيليين. كيف حدث هذا؟ بالأمس كان في صور لمقاتل فلسطيني يضع القنبلة على الدبابة مباشرة. هذه الصور لم تستطع وسائل الإعلام الإسرائيلية بثها. لم تستطع, منعت من البث لأن بالنسبة له صورة صادمة. كيف وصل إلى هناك؟ من أين له كل هذه الجرأة؟ كيف فعل هذا؟ تمام, بجيشنا بجنودنا, كيف هذا يحدث؟ بالضبط. لأنه هذا يعني يدافع عن أرضه وعن كرامته. لذلك يعني كل الفصائل الفلسطينية المقاومة هذه يعني معركة وجود بالنسبة لها, وليسوا يعني غرباء عن هذا, عن هذه الأرض, عن المعركة داخل غزة وحتى خارج غزة, حتى يعني في القطاع وكذلك حتى خارج حدود فلسطين على في الجنوب اللبناني كذلك. قد تتطور الأمور مثل ما ذكرت حتى اليمن العراق, يعني بداية بعض المناوشات. وقد يأخذ هذه الحرب قد تأخذ أبعاد أخرى بتدخل قوى إقليمية مثل ما ذكرنا, سواء يعني من مواقف مشرفة من أمريكا الجنوبية أو يعني مواقف دبلوماسية ثقيلة من الجانب الروسي. محمد شكرا جزيلا على حضورك معنا وعلى كل هذه التحاليل والإضافات. سعداء باستضافتك مرة أخرى. نوايد طبعا شكراً. دائما تبقى مفتوحة ليك في أي وقت. مرحبا بك محمد في نوايد. نشكر السادة المشاهدين على حسن الانتباه. موعدنا في حلقة جديدة من رسراس. تابعونا, إلى اللقاء. We'll be right back.